Hello everyone, مرحبا جميعا. Welcome back to my channel. ما قبل اليوم ابني صور إلا ما يكون حدي، فاليوم هو ضيف على هذا الفيديو. قلن هاي هاي مستغرب شوية. بهيدا الفيديو رح يكون في خبر صار وخبر سيء بصراحة. خلينا نبلش بالخبر الصار مثلا. أوكي، رح فرجيكم هلأ الأغراض يلي جايبينا نحنا كرمال الكهرباء. الخبر الصار انه قدرنا نوفر تقريبا بحدود $130 بكل شيء له خصة بالكهرباء، يعني فكتير كتير موفرين، وكمان جبنا غرض تاني كمان موفرين فيه. فرح فرجيكم هلأ هولي قبل ما ارجع اخبركم شو هو الخبر السيء. يعني هولي الأربع كياس يلي شايفينهم هن بيحتويوا على كل شيء ممكن نعوزه كرمال الكهرباء. أوكي، جبنا لمبات، يعني جبناهم لاد بصراحة، وكمان جبنا غيرهم عادية، بس أنا نقيت إنه يكون الضوء أبيض مش أصفر، أنا حبيت هيك حسب كل واحد يعني شو بيحب. وجبنا معهم هولي، يعني هولي لفرجيكم هولي اللي بيتعلقوا فوق بالسقف يعني، وهيدا كمان كرمال اللمبة. وهون في عنا هولي فقسات الكهرباء. اوكي، هولي ماشي، هولي كفر، في منهم بيجوا كفر وفي منهم بيجوا فقسات وفي منهم فيش. مثلا هولي اكيد بدكم تشوفوا انتو حسب البيت كيف عاملين الفقسات وكلهم يعني. وهولي كرمال الديزجونكتور. اوكي، وهيدا اللي كنت عم قلكم اياه كرمال اللمبات مثلا، بس انتو بتصيروا بتقدروا تقصوه، بس انا عرفت انه الافرج بحدود 50 سنتي، نص متر يعني. وفي هون كمان الفقسات الباقيه يعني يلي قلت لكم عنه. اوكي، هو هن هولي فقسات ان شاء الله اقدر شيل وحده. اوكي فاينلي هي نيكو فقسات كهرباء. اوكي، شو مامي عم بيساعدني قول شطور، برافو لوكا. وكمان جبنا هولي، هولي اللي بيجوا ورا الكادر يعني تبع فقسات الكهرباء. اوكي، سو هو هن الكادر، انا نقيتهم بصراحه هيك ابيض سمبل، في كتير اوبشنز غيرهم يعني حسب كل واحد شو بيحب. واو حبيتهم. ولفرجيكم هون كمان جبنا هولي مصافي كرمال الارض، يعني بصراحه كان بدي اجيبهم ابيض، لون ابيض، بس ما لقيت ابدا، فرجعت قلت خلص اوكي سيلفر يعني. فجبنا شي 3-4 يمكن منهم. اوكي، ولفرجيكم كمان جبنا هولي، هولي جبناهم نحن، جبناهم الراوند، يعني في عندكم مثلا السكوير وفي عندكم الراوند، انا بصراحه جبت الراوند هيدي، وفي اكيد كذا حجم يعني منهم. هولي رح حطهم عند البلكون من فوق، يعني على سقف البلكون من برا، يعني هولي قضويه، بس حبيتهم كثير وعن جد كثير لونهم قوي. سو هن الاغراض كرمال الكهرباء تبع كل البيت، وبصراحه كنا متوقعين انه يكونوا اسعارهم اغلى، بس قدرنا نلاقي كواليتي كتير منيحة وبسعر أرخص. من بعد ما برمنا 3 مطارح، بثالث مطرح رجعنا اشترينا هول الغراض منه. وفي شغلة انه البيت لحد هلأ ماشي الحال، يعني كتير مشهلين بالبيت، وكان مفروض انه ننقل على أساس بأول هيدا الشهر اللي جاي، يعني بأول جون. فصارت معنا شغلة انه نحن حسب البادجت طلع في شغلتين رح يكلفوا اكثر مما نحن متوقعين، ويلي هن هي جورة الصحية يعني. فكنا متوقعين على اساس اماونت معين، على اساس هيك قالوا لنا، رجعوا بعدين دوبل السعر يعني، صار كتير وحتى تريب. فمش رح نعملها هلا حاليا، رح نشوف حدا بعدين يبقى يعملنا اياها، بس مش هلا الشهر اللي جاي. وكمان كان على أساس إنه مفكرين إنه نحنا منشترك موتور، على أساس تا كنا ركبنا طاقة شمسية، لأنه عارفين إنه الطاقة الشمسية أكيد رح تكلف. وكمان كنا على أساس مفكرين إنه بركة ممكن حدا يقدر يقسط كمان ناحية طاقة شمسية، لأنه الأماونت كبير يعني، مش إنه دغري الواحد بيقدر يدفعون. فكمان ما لقينا لحد هلأ حدا ممكن يقسط،
وزيادة إنه طلع المطر بس بيدور، يعني بيدوروا المطر من الساعة 7 بالليل للساعة 10 بالليل بس 3 ساعات، وخلال النهار طلع ما في كهرباء أبدا، لا دولة ولا مطر. سو إذا بدنا نحط الأكل مثلا بالبراد بينتزعوا، وإذا بدي مثلا أقدر أعوز كهرباء خلال النهار كرمال اللابتوب كرمال السلولار أو أي شيء غير، ما في كهرباء يعني، فما لها طعم نشترك مطر يعني بصراحة، والدولة ما بتجي فوق أصلا. فقلنا إنه ما عنا حل غير الطاقة الشمسية، ولحد هلا ما لقينا حدا يقدر يقسط لنا، فمش رح فينا هلا إنه نركب الطاقة الشمسية. فكرمال هيك إنه رح نأجل النقلة، بس رح ننقل هيك كم غرض يعني، بس أكيد رح نخلي التخت هون، بس رح نطلع بركة الخزانة لفوق، فينا نطلع هيك كم شغلة يعني أكيد، وكمان أغراضنا، بس مش رح فينا إنه نقدر نعيش فوق يعني. يا بورني شو مامي حبيبي أنت. إيه فهيك هلا probably بعد شي شهرين بنقدر ساعتها مننقل لفوق. شو بدنا نعمل؟ أنا قلت إنه كرمال الصيفية، لأنه فوق كتير كتير برود، وعن جد الطقس حلو هون ليك، وعن جد شوبين كتير وكتير كتير شوب يعني. شو مامي؟ قلن هاي يو بورني. لوكا اليوم بقلب البيت معي لأنه طلعت حرارته قبل مبارح، فما رجعت وديته جاردورية، صار له من ال... يعني راح الطنين جاردورية، واليوم الأربعة ما راح، فتلاتة أربعة معي هلأ، والخميس بروبابلي كمان تتكون الحرارة خلصت على الآخر يعني راحت، بس هلأ عم بصير أحسن شكر الله. يا بورني الحنون بورني يا ماما شطور انت شطور شطور. فهيك يعني في جود نيوز يلي هن البواب هلا قريبا بيركبوا probably بكره يركبون، والشبابيك كمان جاهزين، وهلا البلاطه عم بيخلص البيت يعني، بقى بده ماكسيمم 3 دايز بيكون خلص، والدهان كمان عملوا اول وش، بعد في 2 لايرز يعني بعد، وبنكون خلصنا. فساعتها انه فينا اذا مثلا اذا انا عبالي هيك اطلع روق راسي بقدر اطلع لفوق يعني، وفينا نطلع هيك غراضنا لفوق، بس الاشياء انه مثل الغاز مثل الغسالة كله رح يضل هون لانه فوق هلا ما في كهرباء يعني. فهيك هي هو الابديت يعني لحد هلا. كنت حابة انه ننقل بوقت الصيفية هلا probably يمكن على اخر اوغست إن شاء الله، هيك بلحق كرمال عيدة، بركي ساعتها ما نعمل عيدة فوق يعني بالبيت ببيتنا إن شاء الله خير. سو هيدا هو الأبديت لحد هلأ عن البيت، ويعني بصراحة هيك نفقست شوي إنه كنت حابة إنه نحنا ننقل بأول هيدا الشهر، بس ماكسيموم شهرين بيمرقوا يعني على كل حال، وإنه فينا نحط شوية أغراض فوق يعني أقدر أطلع لفوق يعني، بس هيك بده يكون قاعد هيك على رواق. رح ابقى افرجيكم هيك ابديت صغيره، بس يركبوا البواب ويركبوا كمان الشبابيك والبلاط، فمش رح انا هيدا الفيديو هون، بشوفكم بعد شي اسبوع. Several days later. سو قطع كم يوم عن اخر مره اعطيتكم فيها الابديت عن البيت، واليوم رح يركبوا بواب الحديد يعني البواب اللي برا. هلا في شغلة أنا كنت بعتي على أساس ديزاين، وقلت لهم فسرت لهم شو بالتحديد بدي، فعملوا الديزاين بس مش مثل ما أنا كان بدي يعني، ما بعرف شو هن غيروا فيه، فبعتوا لنا صور بس ما يعني ما عجبوني أبدا، فكتير كتير عتلاني هم يعني ما يطلعوا حلوين. إن شاء الله خير اليوم يعني، بعد شوي نحنا طالعين كرمال نشوف هوديك البواب يعني، بس حسيت إنه فقست شوي لأنه ما كان بدي إنه مثل ما هني عملون. إن شاء الله يكونوا لايف أحلى يعني، أحلى من يعني من الصور، أيام الصور يمكن يبينوا إنه منهم حلوين، بس لايف يمكن أحلى. إن شاء الله تكون هيدي الكيس يعني هيدي المرة، لأنه عن جد يعني بنفقس. One hour later.
كاني هم البواب بس لا طلعوا حلوين. هلا الديزاين شوي فارق عما انه نحن كيف كان بدنا اياه. قصة الازاز عاملين زيادة ازاز عما نحن بدنا، بس انه صفا طلعوا هلا منيح. ارتحت هلا نفسيا. كنت عن جد كتير عتلانهم. ليكو لوكا وين؟ هو وجده. كتير كتير احب الضيعة ابني عن جد، نشكر الله. يا برني شطور. وليكو ملا فيو عنا شي بعبد. The next day. سو اليوم رجعنا طلعنا على البيت، خلص البلاط لحد هلا، كتير مبين البلاط حلو، اكيد بدو بعدين تنظيف وهيك. بس وكمان هديك المرة ركبوا البواب لحنا ركبوهم هيدا، بدنا بعدين نزيد لها الازاز يعني تنفتح بهيدا الشكل. وبده دهن اكيد الباب يعني باب حديد هيدا. وهون الكيتشن مطول يعني بده بعد وقت، بس ليكو عن جد فاينلي خلصنا البلاط وكله. يبرني هاي لوكا. واجا خيال لعنا كرمال يزورنا. قلن قلن هاي قلن هاي هاي كيفكم؟ قول هاي لوكا. نعسان لوكا. كمان كم بدي فرجيكم شغله هون اللي منقاها ماسكة الباب، جاي غير لون كليا عن هيدي. بدي ابقى هيدي غيرها يعني تصير مثل هيدا اللون. واكيد هيدا الباب بيندهن كله بعدين اوكي، مش رح يضل هيك يعني، رح يصير ابيض. وهيدا كمان الناظور كمان عاملينه هون. ساعدهم ساعدهم. برافو لوكا. وهيدا هو الحمام لحد هلا، عملنا هيدا الحيط بهيدا النوع من البلاط. اوكي هون رح تكون المغسلة. هيدا بدنا نبقى نشوف شو بدنا نعمل فيها، بروبلي خزانة يعني. وهون رح يكون فيه بكادوش هيك بهيدا الشكل وهيدا الطاقة. نقينا هيدا اللون يعني اللي هو سمبل هيك مثل ابيض على بيج. وكمان الارض خلصت الارض يعني لحد هلا. ركبوا العتبة كمان اهم شيء كرمال المي. فهي هو الحمام. انا كتير كتير حبيت هولي. ليكو شو حلوين يعني فيهم حركة بس بذات الوقت سمبل، منهم كتير معقدين. طرفكم ليكو. هولي هن الدعسات يلي هديك المرة كانوا بس خفانات شوية وهلأ صاروا دعسات. ورح نبقى نردم كمان هون يعني هيك هيك تيصير مثلا تصير الأرض بزيت العلو تبع أول درجة، يعني مش رح تضلها مثل ما هلأ. هيدا الباب مطرح ما قلت لكم هيدا رح تكون الدرفة متحركة وهيدا ثابتة، لأنه عم فكر هون على هيدا الحيط ابقى أعمل شي رح ابقى بعدين فرجيكم شو هو، هيك تقدر استفيد من السبيس يلي هون ورا هيدا الحيط يعني. عن جد هون الطقس كتير كتير برود وكتير حلو. ليه في كتير هوا كتير بيفرق الطقس عن تحت يعني. هداك البيت اللي تحت كتير شوب هون هلأ بس هيك طلعنا. عن جد حلوة هيك قاعدة تمس كافيه هيك برود بتطول العمر. 2 hours later. كان شايف جوزي محل، قمنا قلنا خلينا نروح نشوف. طلع عنده مغاسل كتير كتير حلوة وقدرنا نلاقي عنده مغسلة. هلا مش تقريبا مثل ما أنا كان بدي بس حلوة بيضة، رح أبقى فرجيكم إياها. وسعرها كتير كتير affordable يعني قد تلت السعر يلي كنا حاطينه، فهيدا شيء كتير منيح. وجبنا كمان الأشياء مثلا التولز تبع الحمام وكمان أسعارهم سوبر affordable فنشكر الله. وجبنا كمان البلاطة كرمال البكادوش وعطينا إياها ببلاش كمان، تتخيلوا؟ وين هون؟ منيح السايز هون؟ ايه منيح. خي كيف الباب رح ينفتح من هالمال؟ جرار هيك. هيدي هي المغسلة اللي جبناها. اوكي ليكو 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 الغنج.
اوكي بتجي من هون خزانه ومن هون جرور فيها ستورج منيح يعني بتجي هيك السينك انا كان بدي اجيبها على اساس جرن قبل بس ما عم لاقي ابدا كنت فقلت هيدي منيحه سوا يعني بيضة كمان ورح تتركب هون هيك يعني على هيدا الحيط. The next day. صرنا اليوم السبت وابديت صغير انه اليوم اجوا يركبوا كل شيء له خصة بالكهرباء يعني اذا بتلاحظوا اول شيء فرجيتكم اياه باول هيدا الفيديو يعني هلا اليوم عم بيركبون وصار لهم من الصبح فيهم بتتخيلوا يعني هلا صارت الساعة 4 بعد الظهر يعني صار لهم من صوب الساعة 8 الصبح وما توقعت انه ياخذوا لهالدرجة وقت وبصراحة انا ما طلعت معهم يعني لفوق طلع جوزي وكان كل نهار ابني معي فأخذوا هلأ جوزي فاينلي هيك بس تقدر ارتاح شوية بس يلا بلشنا نشهل بالبيت ومفروض على يعني آخر الجمعة اللي جاية عم فكر نبلش ننقل شوية أغراض أكيد من بعد التنظيف يعني رح ننظف كل البيت ونرجع نحط شوية أغراض فوق يعني بس مثل ما قلت لكم إنه الخبر السيء بهذا الفيديو إنه مش رح فينا ننقل هلأ يعني تا كرمال نعيش هونيك لأن بعد فيه الجورة الصحية وبعد فيه الطاقة الشمسية بس إنه سوا يعني بدهم بحدود الشهرين ثلاثة بس إنه على القليلة بصير فيه أطلع لفوق هيك قاعد هيك عرواء أشرب ناس كافي مثل ما هلأ عم بعمل بس على القليلة فوق عندي فيو وبرود يعني هون كتير شوب بصراحة مشان هيك مستعجلة انه بدي بقى اقدر انقل على بيتنا يعني فها هو الابديت عن البيت يعني لحد هلأ واليوم هلأ مفروض بعد شي تقريبا يمكن بدهم بعد شي ساعتين بيكونوا خلصوا كل شي ركبوا الأضوية وكل شي له خصة بالكهرباء وبلشنا نشهل كتر خير الله يعني وهون بتكون نهاية هيدا الفيديو بس أكيد ما تنسوا أنه تشتركوا بالقناة وتشجعوني تقدر كبرها أكتر وأكتر ولايك على هيدا الفيديو إذا حبيتوا وأكيد تابعوني على إنستغرام تضلكن up to date بيومياتي إن شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا الفيديو ويكون عم بيفيد الناس يلي عم بيعمروا بيوتهم هيك ساعتها بتستلهموا من الأفكار اللي عم نعملها وأنا بشوفكن بالفيديو اللي جاي يلا باي.